بس هرجع مرة تانية. مهندس عمرو معانا، أهلا بيك مرة تانية. أهلا بحضرتك. مع حضرتك يا فندم. احنا قلنا بقى ان هما ثلاث حاجات، هما جنة وسكن مصر والإسكان المتميز زائد الطابع الساحلي، صح كده؟ زي رشيد والمنصورة الجديدة. مظبوط، صح يا فندم. حلو جدا، يعني رشيد المنصورة الجديدة، العالمين الجديدة، ربنا يسر الحال، وما في راس الحكمة الجديدة، يبقى شيء رائع برضو. ان شاء الله يا فرحنا فندم. هو فرحنا طبعا باشمهندس احنا عمرو، اديني سبق. وانا برضو فندم يعني ببشر حضرتك والساده المشاهدين انه احنا طبعا في الطرح ده عندنا رشيد الجديده، اللي برضو للعلم اللي ممكن ما يكونش حد يعرف ان هي مدينه واعده جدا، بتخدم برضو منطقه وسيطه ما بين اسكندريه والبحيره، وكان دايما بيجي لنا شكوى في اماكن ادكو واماكن اللي هي بقت صح. ضاقت على اهلها ومبقاش فيها اراضي تتاح للمباني. احنا بنبني مدينه جديده ساحليه كامله على بعد عشرات الكيلومترات، بسيطه ما بين 10 و15 و20 كيلو مثلا من ادكو، وفي شمال محافظه البحيره واسكندريه، وقريبه من اسكندريه. فاحنا بنتكلم على طبعا مدينه جديده واعده في منطقه ده رائعه هو مميزه جدا. من رشيد لاسكندريه 68 كيلو، فلو انا حطيتها في النص انا كده مبسوط. مظبوط مظبوط. وهي رشيد الجديده بتتوسط المنطقتين، بتتوسط رشيد القديمه واسكندريه، وقريبه من ايدكم بحوالي مثلا 18 كيلو ولا حاجه. حلو فاحنا برضو في كثافات سكانيه كتير هناك وانشطه اقتصاديه كتير هناك، عايزه شباب وعايزه سكن. فعشان كده في مدينه زي رشيد الجديده واعده جدا. رائع. طبعا المنصوره الجديده غنيه عن تعريف سيادتك، يعني افضت في الشرح جميلة. وجمالها. وعندنا مدن الصعيد الواعده برضو، ناصر غرب اسيوط وغرب قنا وملاوي الجديده، مدن جديده في الظهير الصحراوي للصعيد، وفي نفس الوقت قريبه من العمران القائم ومربوطه بيه بطرق وشبكات مرافق قائمه حاليا خلاص تم تنفيذها. يعني احنا بنطرح وحدات منفذه ومشطبه بالفعل، مش لسه هنستلم كمان سنتين ثلاثه او خمسه. بالعكس، احنا الطرح الدائم ده سيادتك، يعني سياده الوزير كان اتكلم في اكتر من لقاء على ان احنا الاليه دي ان شاء الله هيتم طرحها، وبالفعل الحمد لله يعني نجحنا الحمد لله في الموضوع ده، وباسعار مناسبه وميسره. يعني حضرتك بقيه التصريح سياده الوزير ان المقدمات بتبدا من 25,000 جنيه للاسكان المتميز، و50,000 جنيه لسكن مصر، و100,000 جنيه لوحدات جنه. يعني اللي معاه المبلغ ده هيروح لجهاز المدينه، هيطلب الكراسه، هيدفع مقدم جديه الحجز في بنك الاسكان والتعمير، هيجي يخلص اجراءات الاستلام ويقسط الباقي على من 3 ل 5 ل 7 ل 10 سنوات. يعني ايا كانت محافظتي بروح لمديريه الاسكان في المحافظه واقول لهم انا عاوز اقدم مش مثلا في مديريه جنه، الاسكان، جهاز المدينه الجديده، جهاز المدينه التصحيح. نفسها. حلو جهاز قوي. مدينه المنصوره الجديده، جهاز ناصر غرب اسيوط، او جهاز غرب قنا، هيتوجه لرئيس الجهاز، مكتب رئيس الجهاز في وحده هناك تم انشائها بتعليمات سياده الوزير، الوحده عقاريه فنيه ماليه قانونيه فيها متخصصين، هيبقى في كراسه، هياخد الكراسه فيها استماره، هيبدي رغبته انه عايز وحده سكنيه في الوحدات المطروحه ان شاء الله بعد ما ننزل الاعلان كمان ايام. هيطلع على الوحدات ويشوف المتاح والمناسب له ماديا يقدر يدفع، فهيطلب رغبته، هياخد ايصال من الجهاز بانه هو راغب في حجز الوحده، يسدد مقدم جديه الحجز زائد بعض المصاريف الاداريه البسيطه، هيرجع للجهاز تاني يستلم الوحده. والموضوع ده بيبقى في خلال من شهرين لثلاثه. طيب انا هتقل عليك بشويه اسئله معلش. تحت بما امرك. انه الوحدات دي جاهزه للاستلام، هتتقسط على كام سنه؟ احنا عندنا القرار اللي طلع من مجلس اداره الهيئه ان التقسيط متاح من 3 او 5 او 7 او 10 سنوات. ده جميل، سواء اذا كانت جنه او سكن او المتميز او الاسكان الساحلي، ممكن توصل لحد 10 سنين. مظبوط يا فندم. وهيبقى ساعتها سعر الفايده على التقسيط طبقا لتعليمات البنك المركزي المصري في وقت الطرح على سعر يعني الكوريدور، سعر الفايده المعلن ده اللي هيكون موجود، عشان برضو كل الناس تبقى على بينه وعلى ضوء واضح للموضوع، ان الفايده اللي بيقررها البنك المركزي هي اللي هيبقى عليها، هتحمل على التقسيط على المده اللي هو بيحتاجها. فكل واحد بيدرس حالته الاقتصاديه يقدر يقسط على كام سنه، وده هيكون موجود ان شاء الله في الكراسه لما تنزل خلال ايام. هيكون موجود كل تقسيط فوائده قد ايه ومدته قد ايه وايه المميزات لكل نظام سداد، وبيقدر يسدد بالطريقه اللي بتريحه في الاخر، وبيتعرض الموضوع على اللجنه. ولو حصل يعني لو حصل، وان شاء الله يعني احنا متوقعين كده، عشان كده برضو حطيناها في الاعلان، انه لو حصل في وحدات مميزه حصل عليها تزاحم او كده، بيتعمل عليها قرعه محدوده على الساده المتقدمين، بحيث ان احنا نفيد الناس اللي عايزين يستفيدوا بالوحدات. طيب هنا هيبقى في سؤالين بصراحه. اول سؤال منهم، انهي فايده؟ فايده كوريدور على الاقراض ولا فايده الرهن العقاري؟
طيب المعلومة دي مش متاحة عندي، تسمح لي ماشي حضرتك أسأل الخبراء القانونيين والتجاريين في أرجوك. الهيئة وأرجع لشركتك بيها؟ عارف أنا سألت ليه يا باشمهندس عمرو؟ عشان تمام أنا يا ما فندم. بحبش العيال نفايات البشرية الإخوان يقرروا مع نفسهم يروجوا شائعة. لا احنا هنأكد المعلومة من المختصين في هيئة المجتمعات وهقولها لسيادتك تبلغ بيها برضو على الهواء مع السادة طبعا المشاهدين، ده أنا أتشرف. لان احنا طبعا هننزل دي في الكراسه، لكن اللي عندي حاليا كمعلومه عشان ابقى صادق مع حضرتك ان هي الفائده المعلنه في البنك المركزي المصري وقت الطرح، ده كلام لكن جميل. نوع الفائده ايه هجيبها لسيادتك حاضر وارد على حضرتك. حلو قوي. السؤال التاني، ليه هنعمل قرعة لما ممكن اخدها بأسبقية الحجز زي اي مطور يقول لك والله اللي سبق اكل النبأ؟ هو ده حقيقي، ده حقيقي، بس وارد جدا علشان دايما نبقى حاطين خطه رؤيه اللي هيحصل. وارد جدا النهارده في 5 يروحوا مع بعض على نفس الوحده في نفس اليوم الصبح، رايحين سوا عايزين الوحده رقم كذا في الدور كذا في العماره كذا. ايوه ففي الحاله دي لازم نتوخى الحذر وان احنا ما يحصلش مشكله ما بين الحاجزين. طبعا اللي هيروح يحجز وحده في الاول وياخد الخطاب ويتوجه للبنك ويخلص ده ربنا يكرمه خلاص هو خلص الوحده بتاعته، لكن نفترض ان في 5 او 10 او 100 راحوا على وحده معينه مميزه او راحوا على وحده بعينها، ساعتها بيبقى في اجراءات بت في الموضوع ده عن طريق قرعه علشان ندي برضو الفرصه للناس. وعايز اقول حاجه لسيادتك برضو، الرصيد الحمد لله موجود عندنا، اعداد موجوده كويسه الحمد كافيه لله. من الوحدات، فده هيخلي الفرصه اكبر ان الناس تستفيد بشكل مناسب للفرص تميز مختلفه كتير. طيب ده هيخليني برضو اروح لسؤال ملوش علاقه قوي بالثلاث حاجات اللي حضرتك قلتهم لكن ليه علاقه بيكم. انا فاكر لما رحت اسوان وشفت بقى هناك كانت بيوت حلوه قوي زياده عن اللزوم على شط النيل على طول. مظبوط، هي مش زيادة عن اللزوم، احنا نستحق احسن من كده ان شاء دي الله، حلوة لان قوي الناس اصلها. في اسوان يستحقوا اكتر من كده، والشعب اسوان والناس هناك لا مستفيدين في المدينة اسوان الجديدة يستحقوا كمان ان شاء الله اجمل من كده باذن الله. وكان فيها بقى ايه فيلات حلوة كده عاملة زي فيلات المنصورة الجديدة والحاجات وكلها الشياكة دي. واخدة الواجهة وواخدة الاطلالة على نهر النيل، دي كده اتعمل جميلة لها فعلا. تسعير وهيتعمل لها طرح ولا لسه؟ خليني ارجع برضو للمعلومه دي لحضرتك واشوف هي بيتم الطرح فيها عن طريق اي جهه في جهاز المدينه ولا عن طريق اعلانات هتطرح بعد كده، وارجع لسيادتك بيها. حاضر، ايوه بس انا هي مش نازله معانا في المحافظات اللي في الاعلان اه ده ما انا فاهم. النهارده، لكن طبعا خلينا برضو نفرد لها يعني لقاء ونتكلم يا عنها ريت ونتكلم عن طرحها ازاي يا وهيتم ريت ازاي ان شاء يا الله. ريت. انا اشكرك يا باشمهندس جدا، تحياتي ليك وتحياتي لمعالي الوزير، كل الشكر للمهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الاسكان. والله العظيم مصر دي فيها جواهر جواهر. الفيلات اللي في أسوان دي جواهر والله. الفيلات اللي موجودة بقى ولا الشقق ولا البيوت ولا مش عارف ايه اللي موجودة في المنصورة الجديدة، والله 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 جواهر.